تعال يا ربي كل لاعب الكره السوداء، يا ربي كل لاعب الكره السوداء. يلا بسم الله. هذه الكره السوداء وربي، هذه اللي بيحكي عليها علاء الدين. انا احكيها لك مدير، انا علي عمر تيم الزيرو يا مان، او تيم الكلان، خليك مكانك خليك مكانك. بكرة عندي تحدي ضد جمال هيروشيما في لعبة بي اس موبايل. هذا التحدي راح يكون من اقوى التحديات اللي راح اصورها على قناتي على اليوتيوب. تخيلوا انه اللي راح يخسر راح يخسر شعره، يعني اللي راح يخسر راح يحلق شعره على الصفر. فعشان هيك لازم نجلد هيك جلد على ارض الواقع، خلني التعبير، لازم نجلده هيك، لازم نجلد جمال هيروشيما في لعبة بي اس موبايل. فانا حكيت لكم بالمقطع اللي قبل هذا اكتبوا لي نصايح يعني كيف اصير اسطورة في لعبة بي اس موبايل، وكثير اجتني تعليقات اسطورية. فاليوم راح ننفذ هذه النصايح كلها وراح نعمل تشكيلة اسطورية عشان ان شاء الله نكون بالمقطع الجاي فايزين ونخلي جمال يحرق شعره على الصفر. اول شيء مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. انا علي عمر ورجعت لكم فيديو جديد. نسيت احكي لكم كمان، راح اعمل لكم هاشتاج على الانستغرام، هاشتاج اسمه مربع اللي هو تبع الهاشتاج ضحك، بعدين الخط هذا راح اكتب لكم على الشاشه علي بعدين الخط عمر. اوكي هذا الهاشتاج ضحك علي عمر، ضحك علي عمر. اوكي فهذا الهاشتاج على الانستغرام نزلوا عليه مقاطع وصور مضحكه واشياء مثل هذه، اللي راح يضحكني راح يحصل على جائزه اسطوريه. فليتس جو، خلينا نبدا بالمقطع. دورت على سماعات كتير ولكن ما لقيته، مش عارف ليش، يعني مش فاهم وين السماعات راح. نبدا باول نصيحه واللي هي بتقول، انا حطيت النصايح على الشاشه، عدل التشكيله وحط اللاعبين بمراكزهم الصحيحه، يعني لما تحط بمركزه الحقيقي راح ترتفع طاقته، وكمان افتح بكجات عشان يطلع لك لاعبين. ليش حبيبي اللاعبين اللي مش عاجبينك مثلا؟ يعني طيب محمد صلاح كثير قالوا لي حط محمد صلاح في النص، طيب انا محمد صلاح اوكي طيب لا هان لا بتوقع محمد صلاح هيك لازم يكون مكانه الصحيح، يعني مش هان بالبدايه والله بالغلط انا حطيته في الحراسه، المهم هان خلاص هيك مركزه الصحيح. لازم نعمل تشكيله، لازم نعمل حل اليوم، لازم نفوز بالتحدي تبع بكره، ولازم نفتح بكجات كمان عشان يجي يصير عندنا. لا حبيبي انا حابب احفظ التغييرات، نعم حبيبي صحيح انا حابب اوكي. لازم نفتح بكجات عشان يطلع لنا لاعبين اكثر. قال مين؟ دخان. طيب يا دخان، طيب يلا نبدا بفتح البكجات. عندنا 3870، المهم يلا ليتس جو 250 على السريع، 250 يلا ليتس 250. نشوف مين هو اللاعب اللي راح يعطونا اياه. مايك كلوب، يلا حبيبي يلا اعطونا لاعب اسطوري، اعطونا لاعب اسطوري ان شاء الله يكون يا رب لاعب اسطوري. نشوف مين هذا اللاعب الاسطوري. انه مين اسم بسرعه مين؟ خلاص حبيبي تمام، ورينا اسمك، مين انت؟ مين؟ اعطوني ثلاثة لاعبين مع بعض. اعطونا واحد تركي مش عارف شو اقرا اسمه بصراحة، المهم يعني الثاني طالما يعني طالما قول السؤال ثاني. المهم انتم اقراوا الاسماء، انتم بتعرفوا، مش عارف اذا هم لاعبين اساطير او لا. المهم كمان 250 جوارة كمان مرة ثانية، لازم يطلع لنا. انا شفت في رونالدو، كريستيانو رونالدو، في ميسي، في هذول كلهم لاعبين ما اعطوني اياهم، يعني ليش؟ طيب اعطونا نفس اللاعبين من نفس المنتخب ومن نفس اعطونا من مين هذا؟ نويهاوس. هذا نوي هاوس، انا بالالماني هذا لقبه نوي هاوس، تعرفوا بالنوي هاوس بالالماني يعني منزل جديد، بس هذا اسمه يعني اسمه هيك. طيب اعطونا لينو، طيب لينو الثاني كمان المهم تمام اهلا حبيبي منورتم ان شاء الله راح نحطكم في التشكيله الصحيحه، وكمان 250 جوهره وليتس جو نشوف اللاعبين الثانيين اللي راح يعطونا اياهم. والله هذه البكجات اسطوريه، بعطوك ثلاثه لاعبين ولا مش فاهم، ولا يمكن فاهم غلط. اعطونا من ايطاليا، تعال نشوف مين اعطونا من ايطاليا، مين بسرعه نشوف مين هذول اللاعبين. اعطونا باستوني، بتذكر الباستوني هو يعني شيء موجود في لعب الشدة اللي هو لعب الكروت، وكمان شيء موجود في قطع غيار السيارة. بس المهم كل سينفينسكي اهلا حبيبي. طيب ودياز اهلا، نورتم المجموعة ان شاء الله راح تكونوا من المجموعة الاساطير. طيب 250 جوهر ليش ما بيصير مرة ثانية؟ 250 انا بدي ادفع 250 250 يس. ليش بيسألوا كثير؟ يعني فري فاير لما تيجي تصرف جوهر ما بيسألوكش كثير، خلص مش انت ضغطت، حتى لو ضغطت بالغلط بياخذوا جوهر فورا. اللي بعده نشوف مين عطونا، مين هذول اللاعبين؟ عطونا ثلاثة لاعبين، ويلسون وفيلتمان، وعطونا مين كمان؟ اليونوسي والله سامع مش عارف. المهم اللي بعده 250 كوينز، 250 نجمة مرة ثانية، نشوف مين راح يعطونا على السريع بسرعة بسرعة بسرعة، نشوف مين هذول. مارتينز، وعطونا يوركي وبيزيلا. طيب اهلا نورتم المجموعة الاسطورية، 250 مرة ثانية يا حبيبي دخان. هل انا بكفي هيك اوقف ولا خلاص لازم استمر اجيب لاعبين ثانيين؟ والله صار عندي لاعبين كثير يا جماعة الخير، يعني ما بس انا مش عارف احطهم في التشكيلة الصحيحة. انا راح اشوف التعليقات اللي بعدها، اشوف تعليقات، شفت في تعليق عليه 500 لايك، اكيد هذا التعليق هو اللي راح يخليني اصير اسطورة وافوز بالتحدي تبع بكرة ان شاء الله. مين عطونا
اعطونا هدول اللاعبين كمان نورتهم مره ثانيه نشوف اللاعبين اللي بعده مره ثانيه 250 جوره على السريع خلاص لا تسالوا كثير لا تسالوا كثير انا موافق والله انا موافق انا يعني لو اكيد ما بعمل هذا الشيء عن غباء انا عارف انه انا بدفع 250 جوره مين اللاعبين اللي اعطونا اياهم الان نشوف عندنا ازونا ازونا هذا اسمه هيك طيب وموي وكمان اهلا اهلا نورتهم نورتهم اللاعبين الاساطير خلاص بتوقع هيك خلص بكفي تفتح باكشات يعني فتحنا باكشات كثير صحيح يا دخان او اكتب لي في التعليقات في واحد اعطاني نصيحه من ذهب يا جماعه الخير بس ما في ولا حدا حاطط لايك على تعليق والله انه انا حاسس انه هو هذا الشخص هو اقوى نصيحه اسمه مين اول شيء اسمه ناصر التميمي بيقول لي ادخل على التشكيله واضغط على شعار فريقك واضغط على اوتو بيك وراح يصير كل لاعب بمركزه الصحيح طيب اول شيء نحن لازم نغير اللاعبين هذول صحيح لا كيف انا هذيك المره غيرت اللاعبين كيف غيرتهم راح نجيب اللاعبين هذول تعال انت حبيبي ها ما بعرف اذا مكانك صح ولا لا بس انت تعال بعدين ان شاء الله راح نعمل بنصيحه صديقنا هو راح يعدلنا كل شيء لا انت صاحبتك لهان تعال ايوه هان مكانك الصحيح اوكي اللي بعده تعال انت حبيبي كمان لا مش بالحراسه والله بعرف اني ظالمك بالحراسه بس استنى اصبر شوي اصبر شوي اصبر شوي راح نغير مكانك انا جبت لاعبين كتير بس وين اللاعبين وين اللاعبين محمد صلاح عندي منه لاعبين طلع لي لاعبين قبل شوي والله كتير بس لا في شيء غلط بالموضوع هذا المدرب تبعكم والله انت المدرب حاسك انت اللي جايب العيد اللاعبين وين اللاعبين لازم يطلعوا اليوم طيب في هذا الشخص بيقول لي اوتو شبير اينشتالونج اللي هو يمكن هذا هو ولا لحظه نشغل هاي طيب انا شغلت هيك الصح ولا لا ما تعدلوا ما تغيروا اماكن اللاعبين ناصر بتقول لي ادخل على التشكيله واضغط على شعار فريقك واضغط اضغط على شعار فريقك اللي هو هذا طيب وبعدين اضغط على اوتو بيك وين بلاقي الاوتو بيك انا يمكن هذا هذه اوتوماتيك اوسبون طيب هيك لازم يكونوا تعدلوا لا ها والله عدلوا لي التشكيله لحظه نشوف بس شالوا محمد صلاح من الموضوع ليش شالوا محمد صلاح من الموضوع بتوقع بالمنتخب اللي انا فيه او بالفريق اللي انا فيه يمكن هم في لاعبين معينين لازم يكونوا بهذا الفريق لما انت بتعمل اوتو بيك لازم هم بيشيلوا لك لاعبين بيحطوا لك اللاعبين اللي لازم يكونوا في فريقك واللي ما لازم يكونوا في فريقك ومش فاهم انا ليش هيك طيب عدلوا لي التشكيله كمان كانوا حطوا 4 بالدفاع وكمان 2 3 بالهجوم والله انه حسيت كويسه لا خلص كويس نصيحتك حلوه يا ناصر اللي بعده امين عنان بيقول اولا مبروك على 5 مليون مشترك وثانيا بنصحك تتابع فيديوهات على بيز حتى تتعلم بسرعه هذه نصيحه ولا انت بتتشمت فيها لانه انا خسرت 7-0 والله انا غلطان اني نشرت الفيديو اللي بعده مين بيقول علاء الدين بيقول عندما تدخل تشكيلتك يظهر لك من فوق شعار فريقك اضغط عليه ثم راح يظهر لك كثير خيارات اضغط على الثالث حيعطيك تشكيله اسطوريه بلاعبينك وعندما تريد تركض بسرعه طيب لحظه هو هذا الشيء اللي حكى عليه تبع تدخل على هذا وتختار الخيار الثالث والله انه شرحك الجميل يا علاء الدين فهمتني كيف ما طيب المهم بصادع منها طيب حاعطيك تشكيل اسطوريه المهم بسرعه حرك الانالوج واضغط سبرينت في نفس الوقت وعندما تجي الكره عاليه اضغط على باس والازرار الاخرى عندما تفتح بقجات اللاعب الذي يحمل كره سوداء هو القوي اخوك من الجزائر الله يسعد قلبك يا رب بس لحظه نشوف لحظه شو البقجات انا بدي احفظ لا لحظه شوي انا حفظت هذه التشكيله اوكي عجبتني هذه التشكيله بس شو هذه تفتح بقجات اللاعب اللي يحمل كره سوداء هو القوي يعني لحظه الموضوع فيها انا يمكن اللاعبين اللي جبتهم مو مصححين لحظه شوي انا راح اخذ هذه البقجات هذه البقجات نطقت 250 شو بيعطونا بهذه البقجات يعني هل انت بتختار لاعب لا كمان بقجات بيعطوك لاعبين عشوائيين شو اللاعب الذي يحمل كره سوداء هو لاعب ها يعني انا قاعد بعمل تخطي لفتح البكجات وانا ما بشوف الكره طيب 250 مره ثانيه شو هي الكره اللي راح يجي شو هي الكره اللي راح يجيبها معاه ان شاء الله نشوف ان شاء الله تكون كره سوداء يا رب مثل ما حكى لنا صديقنا علاء الدين نشوف كره هذه مش سوداء هذه ما بتنفع تكون هذه كره رصاصيه يا حبيبي مش سوداء يعني هذه هي الكره الرصاصيه هي نفسها سوداء هو قصده ولا يمكن هو ما عرف شيء يعبر لي كويس نشوف هذه البكجات 250 جوهره نشوف اذا هدول حاملين بكجات سوداء او لا انا كنت اعمل تخطي ما كنت اشوف تعال يا رب يكون لاعب بكره سوداء يا رب يكون لاعب بكره سوداء يلا بسم الله هذه هي الكره السوداء وربي هذه اللي بيحكي عليها علاء الدين اعطونا لاعب قوي كمان نشوف مين هذا اللاعب الاسطوري شو اسمك يا اسطوره تفضل اهلين بس احكي لي مين اسمك انت مين بتكون اعطونا 3 لاعبين بوجبا واعطونا المهم اهلين حبيبي منورين بس هدول لاعبين اقوياء ولا لاعب بس واحد اللي كان حامل الكره السوداء عقد 250 جوره مره ثانيه الفيديو كله صار فتح بكجات بس عادي مش مشكله المهم يعطونا اللاعبين هذول تبع الكره السوداء نشوف هذا اللاعب جيب كره سوداء وتعال هذا من فرنسا صح
خلاص الله يقطع ابو شكلك روح ما بدي اكمل العرض. اهلا نورتوا ثلاثه لاعبين. مداهمه بيقول لازم يكون عندك لاعبين وتشكيله اقوياء حتى ينفعوك في اللعب. التشكيله الضعيفه راح يجلدوك 7-0 وفي 22 مؤيدين وحاطين له لايك على هذا الموضوع. راح اتعلم وراح تندموا ان شاء الله. راح اتعلم وراح تصيروا تقولوا لي ارجوك علي عمر نزلنا فيديو بيس وانا راح انزل فري فاير. اللي بعده بيقول محمد صلاح يلعب فوق على اليمين. حبيبي محمد صلاح شلوه من التشكيله كلها. انا عملت على التشكيله هذه الاوتوبام شلوه من التشكيله كلها حذفوه من عندي من اللاعبين كله راح. وين محمد صلاح؟ تعال نرجع مره ثانيه. محمد صلاح لازم يكون على التشكيله الار ام بي الار ام اف. طيب نرجع مره ثانيه. محمد هذه التشكيله تبع الار ام اف. لا الار ام اف هذه ولكن هم شالوا محمد صلاح وحطوا. تعال محمد صلاح تعال هذول ما بيعرفوا قيمة. لا ما رجعوه كمان. محمد صلاح تعال ايوه خذ مكان. ليش ما بيصير؟ ليش انا حر يا حبيبي بتشكيلتي؟ صح انه انا اخترت التشكيله اللي انتم بعطيتوني اياها بس انا حر. محمد صلاح ما قدرنا نجيبه. طيب وحاول تغير التشكيله. ابحث على التشكيله 2-1-3-4. شو التشكيله 2-1-3-4؟ 4-3-1. طيب ما بيصير حبيبي لازم تكون 2-3-4. ما غيروا اي شيء. كيف نجيب هذه التشكيله؟ مش فاهم والله يا رضوان بيحكي معي بيقول لي جيب تشكيله 3-2-1 مفكرني بلعب بيس من 5 سنين. اللي بعده مين؟ جودسيلا بيقول لي عندك لاعب اسمه فلاهو فيتش المفروض تحطه اول واحد في نص الهجوم ومحمد صلاح في الهجوم على اليمين. يا حبيبي محمد صلاح ما رضوا يحطوه مع هدول اللاعبين مش فاهم ليش انا. طيب نشوف اللاعبين كيف الاقي اسمه هذا محمد. هم مرات كاتبيني ام اس و اتش اس وام اس وهذا كيف اعرف انا شو اسمه؟ كنت شو اسمه كان اللاعب فلاهو فيتش والله مش عارف. اللي بعده بيقول لي كمان هذا نصيحه باللعبه. هيا رح نطبق النصايح تبع اللعبه. بيقول لي اضغط على برينتن ليركض بسرعه واضغط على بريسنج لياخذ كره من الخصم واضغط على تير ليسجل هدف. طيب لحظه خلينا نحفظ هدول التغييرات اللي احنا عملناهم الان. حفظنا التغييرات ورح ندخل نجرب النصايح هذه. هذا التعليق جايب 223 لايك يعني لازم يكون الموضوع جد. طيب حبيبي بعطيك ضغط بتقول لي لسه الخصم بده ياخذ وقت. طيب انا شو دخلني؟ طيب الخصم هو عنده وقت باللوبي يقعد ينظم لاعبين يعني جاي ينظم لاعبين وهان عندي. طيب يلا دخلنا جو. راح نجرب السبرنتن وراح نجرب البريسنج وراح نجرب التير ويلا راح نجربهم بسرعه ونطلع من الجيم. طيب بسرعه انا ما بحب المقدمات حبيبي انا بحب ادخل بالموضوع فورا. يلا جو ان شاء الله الكره عندي يا رب. طيب اول شيء قال لي سبرنتن لا يركض بسرعه. اوكي طيب فهمت الموضوع انا. طيب اعطوني لعب هان هات يا حبيبي هات اركض بسرعه اركض. لا طيب وشو كيف ليسجل هدف؟ اضغط على سبرنتن ليركض بسرعه لياخذ الكره. بريسنج عشان ياخذ الكره. اضغط بسرعه انا عرفت كيف بيركض بس بريسنج عشان ياخذ الكره. لا سجل مش محسوبه. انا بتدرب فرحانين انا بتدرب حبيبي انا بتدرب. لا تفرح كثير انا قاعد بتدرب يعني انا قاعد بجرب في الاسرار بس ليش مبسوط يعني مش فاهم انا. حاول ولا قوه الا بالله. روح باس 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 روح اعطيه ايوه لا يا عم كنت راح اضيع الكره. ايوه اعطيه الان سجل. لا هذا رجله مطعوجة. لا كانت محاولة بس كانت محاولة والله انه كانت. اضغط على تير ليسجل الهدف يا اخي وكانت محاولة جيدة. روح اركض وراء جيبه اركض وراء. اعطوني اللاعب هذاك اللي من قدام. ايوه اعطوني اللاعب هذاك يا حبيبي. تستطيع. شوف قاعدين بيلعبوا في كرة حبيبي بيرمون. اعطيني لاعب قدامه. ايوه اعطيني هذا اللاعب. اللاعب هذا يلا يا حبيبي. اللاعب اللي بعده روح اطلع طلعوها برا كفو. الان وقت الهجمة وربي وقت الهجمة. لا تضيع. هذا لازم احفظ اسمه. مش هذا هو فلاهوتش نفسه؟ روح جيب الكره من هنا يا اخي والله انه هذا الخصم قوي. روح فرصه تسجيل اسطوريه. روح اركض وما عليك. ايوه اعطيه. لا اخذ الكره منك. لازم نجرب البريسنج كيف ناخذ الكره منه. لازم نجرب هذه بريسنج. روح اعطوني لاعب ثاني. طيب يا حبيبي والله انه هذا لعيب اللي جاي قدامي. روح حبيبي روح العب برا. روح هذا فكر الدنيا سهله فكر الحياه سهله. روح انت تستطيع اعطيها وربي تستطيع. كانت رح تكون جول. المهم جربنا نحن هلا تبع الهدف التسجيل وجربنا تبع الركض. لازم نجرب تبع كيف ناخذ منه الكره. المشكله هذول ما بيعطوك فرصه انك انت تجي تحاول تاخذ حلق. طيب وبعدين طيب وبعدين يعني لوين راح توصله؟ ها محاوله تسديد بده يحاول يسدد. خذها منه ايوه خذها جربنا هذه طبعا كفو والله انها
يا اخي والله يسعد دينك يا عزيزوس، والله انك اسطوره على النصائح الاسطوريه هذه، ما بدي اشوفنا لها، لا والله مفروض شوفنا. المهم اصدقائي، ما بدي اكمل الجيم عشان ما اطول عليكم الفيديو، هذا هو كان الفيديو تبعنا اليوم. لا حدا يقول فيديو سليك، هذا فيديو تدريبي، هذا انا قاعد بتدرب عشان التحدي الاسطوري ان شاء الله، راح اتدرب اليوم اكثر هيك عشان ان شاء الله اكون جاهز للتحدي تبع بكره. وهذا هو كان المقطع تبعنا اليوم، مسابقه الانستغرام راح تنتهي بكره وبعد بكره، فاللي متابعنا على الانستغرام تبعني يروح حط لايك على اخر صوره وتعليق، وان شاء الله راح نختار الفائزين تبع ال 5 مليون. ورابط حساب انستغرام تحت في صندوق الوصف ديسكريبشن بوكس. ولكن كل وصلنا لنهاية هذا الفيديو حبايب قلبي، كان معكم علي عمر، ولا تنسوا تنزلوا مقطع او صورة مضحكة على الهاشتاج اللي حكيت لكم عليه، وتنتظروا الفيديو الجاي التحدي الاسطوري، واشوفكم في المقطع الجاي، ومع السلامة.